الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، نعيش هذه اللحظات. عسى أن نتبين ما الذي حدث. وتكلمنا مرة أن الفرق بين المنهج أهل الحق وتلك الفرق الضالة التي ملأت الأرض ضجيجا، أن أهل الحق يفكرون في الحجية ثم في التوثيق ثم في أدوات الفهم ثم في القطعي والظني والفرق بينهما ثم في إلحاق الحادث بالقديم أو المتجدد بالأصول، وهو ما يسمى بالقياس، ثم بفك التعارض والترجيح بعد ذلك الفك، ثم في شروط الباحث، وأن هذه السبعة تميز أهل الحق من أهل الظاهرة الصوتية. وتكلمنا أن هؤلاء الضلال يريدون أن ينشئوا إسلاماً موازياً ليس هو الإسلام الحقيقي بل هو صورة الإسلام. والفرق بينهما أن الإسلام الحقيقي يتبع المعصوم، وأن هذا المعصوم كان موحى إليه بوحي رباني معجز، وأن هؤلاء ليس عندهم عصمة وليس عندهم وحي. وتكلمنا عن قضية أن هذا النموذج الذي معنا والذي يدافع عنه الأزهر الشريف والذي هو من أهل الحق والسنة والجماعة يقرأ العلم ويبني النفس بما يسمى بالهرم المعدول. والهرم المعدول قاعدته في الأسفل وقمته في الأعلى. والهرم بناء قوي يدل عليه أهرامات مصر التي عاشت سنين وسنين طوال، تعدت آلاف السنين لإتقان العمل، ولأنه على هيئة هندسية كما خلق الله الكون بسنن إلهية عاملة وفاعلة. فإذا قلب الهرم فبدأنا بالقاعدة تكون فوق وبالقمة تكون تحت، انهار الهرم. وهذا هو الذي عليه هؤلاء الناس، معهم أحجار هي معلومات لا ينظمها ناظم ولا يرتبها مرتب ولا تنشئ إلا هرما مقلوبا فينهار على رؤوسهم ورؤوس أتباعهم. هذا الهرم المعدول جعلنا نحب الحياة لا تمسكا بها ولا حزنا على فقدها، وإنما نحب الحياة لأنها مزرعة الآخرة، لأننا نعمل فيها لله عبادة وعمارة وتزكية، لأنها من خلق الله سبحانه وتعالى ونحن نحب الله وما فعل. أما هذا فإن الأمر أمامه أسود، يقدم الموت على الحياة ليس رقة في القلب وليس حفاظا على الحياة بل يأسا منها. ولذلك تراه يستهين بالمعاني ويستهين بكل جمال قد أباحه الله، ليس عنده بحث كما كان عند أهل الكهف. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. جمال وهم جوعى لكنهم يطلبون أزكى طعاما مع جوعهم.
ومع احتياجهم فقدوا هذه المعاني، فقدوا معاني الرحمة والحب والوفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان على شعبة منها كان على شعبة من شعب النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. فجر. النبي صلى الله عليه وسلم لما تركنا على المحجة البيضاء تركنا وقد أبيح له أن يقتل المنافقين ممن علم، حتى قالت له الصحابة: ألا تقتلهم يا رسول الله ونخلص؟ كثيرا ما يقول عمر: دعني أقتل هذا المنافق. فيقول النبي: لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ما الفرق بين الهرم المعدول والهرم المقلوب؟ أننا ننظر إلى المناهج، كيف كان وكيف أراد رسول الله أن نفكر. إنه يراعي صورة الإسلام في العالمين إلى يوم الدين، فلم يقتل أحدا من المرتدين. على تفصيل في ذلك نأخذه بيانا إن شاء الله عندما نتعرض للأحكام التفصيلية، لأن في 14 حالة العيال بتستدل بيها: عبد الله بن خطل، وعبد الله بن أبي صرح، وفلان وعلان، 14 حالة معروفين. هل قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا للردة، أو أنه قتل قضاء؟ إذن فمن هذا الهرم المعدول الذي تعلمناه أن هناك فارقا بين الأحكام القضائية والأحكام الشرعية الفقهية. مكتوب في الكتب حاجة، والقاضي بيحكم بحاجة تانية. مكتوب في الكتب إن المرتد ده وحش أو يستحق القتل، القاضي من المرتد؟ كيف يكون مرتدا؟ ماذا نحكم به؟ ولذلك ولهذا الفرق الكبير بين القضاء وبين الفقه، وهو ما نتعلمه في الهرم المعدول. لم يقم حد الردة في مصر من 1200 سنة، ولعله لم يقم أصلا، لأن القاضي له تثبت آخر شرعي. فلماذا كتبوا في الفقه هذا؟ تخويفا لمن أراد أن يعتدي على النظام العام والآداب، وأن يهير الاجتماع البشري، وأن يقضح في الأمن المجتمعي، إذا أردنا أن نستعمل ألفاظ العصر الحديث وأدبيات. لماذا هذا؟ لأنه يريد أن يقول: هذا ذنب عظيم ممجوج. ولماذا لم يطبق في الواقع؟ لأننا نطبقه عن طريق القضاء. ولماذا القضاء بهذه الصفة في دين الله؟ لأن الله أعطاه قدرة على أن يكون حكمه نافذا ظاهرا وباطنا. إذن هناك فارق. عندما دخلنا نتعلم علمونا اقرأ، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد، قال: لا اقف، انت بسم الله الرحمن الرحيم، احنا لسه تكلمنا. طب ما نقول الحمد لله، قال: لا لسه الحمد لله ليها وقتها. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بقى قول لي الباقي. قلت له: الباء حرف جر. قال لي: وماذا تعني؟ قلت له: هي ليها معنى. قال لي: يوم الحروف نوعان، حروف للمباني وحروف للمعاني.
حروف المعاني قد تكون حرفا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ولا تزيد على خمسة، وعددهم 90 حرف في لغة العرب. وأحسن من ألف فيها ونظمها وبين معانيها ومعانيها 56 معنى. يبقى معنا جدول كده، كده 90 حرف وكده 56 أفقي ورأس. والحرف الواحد قد يكون له معنى 2 3 4 10 9. وأحسن حد ألف فيها مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. ده كده خلص الدرس، يعني معلومات كتير على الباء. وقعدنا 6 شهور ندرس في بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفاصل نواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. جلسنا 6 أشهر ندرس في بسم الله الرحمن الرحيم، وأن الباء لابد أن تكون، وهي من حروف المعاني ومن حروف الجر، أن تتعلق بفعل أو بما يقوم مقام الفعل. وجلس الرجل رحمه الله تعالى يبين لنا أن الذي يقوم مقام الفعل في العمل 10 أشياء، وجلس يسردها من أن المصدر واسم المصدر واسم المكان واسم الزمان، وجلس هكذا حتى إن حرف الجر يقوم مقام الفعل. وجلسنا في حيرة، كيف يقوم حرف الجر مقام الفعل؟ فاستدل بقوله تعالى أفي الله شك، وهكذا جلسنا نقول ونعيد هذا هو الفرق بيننا وبين ميكانيك الطيارات وبين طبيب الأسنان وبين كذا، على أهمية هذه المهن وعلو شأنها، لكن ما بالهم وبال فهم النص الشرعي الشريف؟ ما بالهم؟ واستقر في وجداننا كما شرح الشيخ بعد ذلك الرحمن الرحيم. ولما الرحمن الرحيم؟ لأن هناك أسماء جمال وأسماء جلال وأسماء كمال، وأن الله قد تجلى علينا بجمال في جمال. ولم يقل الرحمن المنتقم، ولم يقل الرحمن فقط، ولم يقل المنتقم الجبار، بل قال الرحمن الرحيم. استقر في وجداننا شيء آخر، وهو أن الأمر جد، وأن المسألة ليست بالسهولة التي كنا ندركها. وسألنا الشيخ لما كل هذا التعقيد؟ قال هذا ليس بتعقيد، هذا هو العلم. قلنا له طيب أروح أصلي وأذكر وسبح وأبقى راجل طيب كده، ألا هذا التدين؟ وفرق بين الدين والتدين. كلنا يجب أن نتدين بسهولة بيسر، والدين حلو وهو جزء من حياتنا. أما التدين حلو جزء من حياتنا، أما الدين فهو علم كسائر العلوم، يحتاج إلى مناهج وإلى أدوات وإلى علوم مساعدة وإلى بداية ونهاية وإلى أستاذ وإلى منهج وإلى كتاب. وجلسنا ندرس هذا كله، وأنا أدرسه منذ نحو 45 سنة، حتى سمعت أحد الخوارج يقول إنه قرأ المغني لابن قدامة في 2 شهر. أنا لم أتم المغني لابن قدامة حتى الآن، فوقع في خاطري أنه عبقري أو أنه شخص لم يجد الزمان بمثله أن يقرأ المغني ابن قدامة في 15 مجلد في 2 شهر، وأنا
يا من أغلق الله كده عليا، يعني ده أقرأ يعني ربع ونص خمس حاجة يعني كده. ولكن بعد التأمل وبعد ما سمعته يقول إن الرجل إذا دخل على زوجته التي كتب كتابه عليها وعقد عقده بها فهو يكون زانيا، عرفت أنه لا علاقة له بالمسلمين أصلا وليس بعلمائهم، لأنه ده معروف عند كل أحد أنها أصبحت زوجته وحلاله. فهذا ليس لنا معه إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، باعتباره مصيبة أصابت الإسلام والمسلمين. لكن هذا تمادى، ثم أصبح هذا النوع هو المتصدر، تصدر قبل أن يتعلم ويهرف بما لا يعرف. إذن فالهرم المقلوب مصيبة سوداء. ماذا تعلمنا بعد البسملة؟ تعلمنا حديث بني الإسلام على خمس، فعرفنا أن أشياء ليست هي من ركن الإسلام، من هوية الإسلام، بل هي من أحكام الله، فيكون فيها الحلال والحرام لكن ليست هي ركن الإسلام. وعرفنا الركن بأنه جزء الشيء الداخل في حقيقته المحقق لهويته، وجلسنا ندرس هذا مع ما يسمى بالأحكام الوضعية من سبب وشرط ومانع وصحة وفساد، وأنها خمسة كالأحكام التكليفية من حرمة وكراهة وإباحة وندب ووجوب. إذن نحن أمام مجموعة من المدمرين لا المعمرين، لأنهم جهلوا ذلك كله. درسنا في هذا الهرم المعدول بعد ذلك أن هناك إسلام وإيمان وإحسان، وعرفنا حديث جبريل، ودرسنا بعد ذلك أشياء. ثم في قمة ما درسناه وفي آخر ما توصلنا إليه قرأنا قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فلما قرأناها كنا قد امتلأنا بالرحمة والحب والتأني والإدراك واحترام المشايخ والفهوم والانبهار بهذا المجهود الذي بناه آباؤنا عندما قاموا بواجب وقتهم. فلما جاءت الآية تعاملنا معها معاملة بسم الله الرحمن الرحيم، تعاملنا معها بالحرف وبالمحذوف وبالمنطوق وبالمفهوم، تعاملنا معها بالتأني، فوجدنا فيها عجبا. وقاتلوا في سبيل الله فهي مقيدة وليست مطلقة، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وليس هكذا، ولا تعتادوا في نفس الآية، يعني أنا بقتله وبعدين هو انسحب، أو هو قال لي خلاص هنصطلح، أو هو كذا وكذا، أسكت، ده كان عايز يقتلني دلوقتي. إذن ده لابد أن تتنزل هذه الآية على الفارس النبيل الذي جهز نفسه أن يطيع الله في كل شيء، لا أن يتبع هواه ولا أن يكون مشربه العنف. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم، من دول؟ وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. فوقفنا عند هذا وتبين لنا أن المعاملة بالمثل، وكأنه يضع أساسا لأسس الحرب في الإسلام، وليس أمرا ينفذه صاحب الهوى على من أراد متى أراد
ويلصق هذا بهذا ويخرج بأحكام ما أنزل الله بها من سلطان. الهرم كان عندنا هرما معدولا، فماذا يفعل هؤلاء بالصبيان؟ يأتون بهم لا يعلمونهم بسم الله الرحمن الرحيم إلا على سبيل سماع الصوت الخالي من المعنى، بل يعلمونهم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ويعلمونهم واقتلوا المشركين كافة، وهكذا يجلس ينتقي من الآيات ما يوغر صدر الطفل حتى يهيئ هذا الطفل لأن يصطدم مع الناس أجمعين. إذا دخلتم إلى البلدان، أهل الكتاب افرضوا عليهم الجزية، طب والذين ليسوا من أهل الكتاب؟ قال يقتلوهم أو يسلمون. طب هو خاف وهيسلم، يبقى اسمه إيه؟ منافق. واحد بيعبد وثن دخل وبعدين قال لا خلاص، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده أنتوا يظهر ما بتفهموش، فبقى منافق وانتهى الأمر. هو الله سبحانه وتعالى قال لنا أعدوا منافقين، يعني كتروا المنافقين والله يبارك فيهم. قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أمال إيه بقى؟ أمال عايز إيه كده؟ يعني اعمل يا أخي للنبي عليه الصلاة والسلام، أو النبي أفهم بالقرآن منك، فشوف النبي عمل إيه. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فالإباحة حاجة بتبني لك منهج، والتطبيق شيء آخر. يبقى كما فرقنا في هذا الهرم بين القضاء والفقه، نفرق هنا بين القضاء والحياة. موجود في الفقه إن الست تعالج روحها، لما تمرض نوديها لأهلها. طب والحياة دي اللي تحايا، يعني الفقه الإسلامي يعني الحياة؟ لا، أنت اللي قليل الحياة. الفقه الإسلامي ما قالكش كده. الفقه الإسلامي معمول للقضاء، دي الكلمة دي مكتوبة للقضاء، وفي فرق بين القضاء والحياة. الله، طب ما هو برضو في الفقه الإسلامي مكتوب إنها ما تغسلش وما ترضعش وما تغيرش وما تطبخش. إيش معنى أخويا دي كده سنة حسنة صارت عليها النساء وإنت سنة سيئة صرت عليها؟ ما فيش عدالة. إحنا كده بنخسر المحجة البيضاء التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا من هذه المحجة البيضاء كيف يكون الهرم معدولا. لما تلقينا الآيات بعضها وراء بعض فهمناها على وجهها وربطناها، وأصبح قلب الهرم هو نوع من أنواع التشغيب، لأن الحجرة دي موجودة فعلا والآية دي موجودة فعلا، لكن مش مكانها هنا. ولذلك علمونا قضية الأحكام الوضعية، كل حاجة ليها شروط، ليها زمان، ليها سبب، ليها مكان، ليها علاقات بينية مع الآخرين. هكذا يجب أن تقرأ القرآن، وهكذا يجب أن تقرأ السنة، وهكذا يجب أن تقرأ التراث الذهني للأئمة عبر القرون، لابد. ثم أضيف لك شأن جديد وهو قراءة الواقع وقراءة المآلات وقراءة مقاصد الشريعة وقراءة مصالح الناس المرعية. فإن هذا الأمر دين، فانظروا ممن تأخذون دينكم. إلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.